الشغف او الحب لما يكون انت بتقدم حاجه انت بتحبها. اللي بشوف انه قادر يحول وجهة نظرنا لاي حاجة ممكن تكون مستحيلة او ممكن تكون مثلا ممكنة. في ناس بتبقى رأيها يعني حاجة تانية. هل ممكن الحب والشغف ده يخليك تنجزي في حاجة انت ممكن تكوني عطلانة فيها؟ لا. او عجز عنها؟ لا. لا بجد والله انا بشوف ان الشغف لا طبعا ودايما الاصرار هو اللي بيخليك تحققي حاجات كتير. الحب مش حب الاشخاص، مش بتكلم على فكرة على حب الاشخاص، انا بتكلم حتى على حب الحاجة نفسها. لما بحب الحاجة لا يعني انا مثلا بحب اطبخ فتلاقيني لما بحب بقف اطبخ بطبخ بحب وبشغف كمان لو الاشخاص اللي انا بطبخ لهم دول هم اوريدي انا بحبهم، فهتلاقوني واقفه بعمل احلى اكل، بعمل احلى سفره. مش في الاكل بقى بس، قيسوا ده على حاجات كتير جدا في حياتنا. يعني هتلاقيك انت مثلا، طبعا مش هتكلم برضو على حب الولاد لان حب الولاد دي حاجه تلقائيه يعني هو ربنا بالفطره زي ما بنقول، لكن لو بتحبي جوزك، بتحبي حد من صحابك، بتحبي شغلك، صدقيني هتعملي الحاجه بحب وهتنتجي زي ما انت قلتي وهتنجزي فيها كمان. وكمان عايزه اقول لكم فعلا الحب حاله جميله جدا جدا. احيانا لما نبقى موجودين في يعني اي مكان في حد بنحبه نلاقي كده العشر ساعات اللي ممكن تكوني تعبانين فيهم او بتعدوا الساعات لقوهم عدوا كده هوا. يقولك الوقت الحلو بيمر بسرعة. الوقت الحلو فعلا بيمر بسرعة سواء بقى مع حد بتحبوه. بس احنا النهاردة بنتكلم على تحقيق الذات، ان انت ممكن تكوني بتحققي حاجات انت نفسك فيها او بتحققي حاجات كتير انجازات، بس مهم جدا يكون الشغف موجود. في ناس كتير للأسف ما بتعرفش تحقق ده لما بيمروا بظروف صعبة او بيحصل لهم بعض المشاكل او الضربات في حياتهم، يقولك خلاص انا فقدت الشغف بكل حاجة، فدي بتبقى أزمة كبيرة جدا. ان شاء الله يكون معنا النهاردة احدى الفقرات اللي هنتكلمنا ازاي نستعيد طاقتنا من جديد ونعيد حبنا لاي حاجة احنا نفسنا نحققها. طبعا اكيد. واستكمالا على كلامك يا مروة، خلينا نقول ان احنا خلاص على مشارف استقبال سنة جديدة، وكل سنة حضراتكم طيبين 2024. فيعني خلينا نخطط كده، يعني خلينا انا والله هحاول ان انا اعمل كده. انا بدخل خلاص بقى يعني سنة جديدة وبنتفائل وخلاص، لكن بجد خلونا نجرب ان احنا نخطط. انا عايز اعمل السنة دي كذا وكذا 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 بحب بشغف، بخلينا ان احنا يعني يبقى عندنا زي شويه تفاؤل. يعني بالظبط، ويبقى عندنا تفاؤل، لان في ناس للاسف 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 هم اصلا محبطين. يعني انا هكلمكم على حاجه شخصيه ليا. مثلا منزله صوره لابني على السوشيال ميديا، كم من الناس عماله بتكتب بكم تعليقات، واه طب ما انت طبعا هتشغليه بالواسطه، انت شغاله على فكره واسطه ايه؟ اشتغل. وانا ده اللي قلته له على فكره، رديت على الولد قلت له على فكره انت ما تعرفش حاجه عن حياتي، انا بشتغل بدل الشغلانه شغلانتين على فكره، اشتغل وتعب وصدقني صدقني صدقني لازم توصل. انا وصيتي ربنا بس، ولازم هتوصل لان طبعاً. الاجتهاد مشواره قصير، اللي بيجتهد بيوصل بسرعه. ليه؟ لانه بيجتهد وربنا ما بيضيعش ابدا 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 خطوات او امل اي حد او حد. مجهود حد. طبعا فلازم انت هتوصل. ليه؟ مش عشان خاطر عمال تبص لده وبص لدي وتشوف ده بيعمل ايه، اصلا مش هوصل. لا، انت اجتهادك فعلا هو اللي هيوصل. ركز مع نفسك، ما تركز مع الاخرين. يعني عايز اسالك، اتفضل يا فندم. اتفضل. جدا. انت شايفه التفاؤل على وشي ازاي؟ لا بجد متفائله. بصي انا كائن يعني انا 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 هتتريقوا عليا والله العظيم، بس انا كائن بقعد بخاف على حاجه، بخاف. لا بصي، بخاف دايما من بكره. انا عندي مشكله كبيره، يعني مش من عندي بكره ازمه، انا عندي مشكله من الخوف نفسه. انا بخاف اخاف. عارفه الاحساس ده؟ يعني انا عندي مشكله كبيره جدا جدا، انا بخاف من الاحساس الوحش. بس انا بقيت مؤخرا بجد يعني تفائلوا بالخير تجدوه، بمعنى ان احنا كل ما الواحد بنجذب الحاجه، يعني يمكن من خلال استضافاتنا الكتير لخبراء مثلا في علم الطاقه، بجد والله العظيم انا جربتها. انا ما اقعد اقول مثلا والله بجد مش برجو، اكيد في ستات بتتفرج عليها تقول نفس الكلام، انا هتخانق مع جوزي، انا مش عارفه ايه، بتخانق والله العظيم بتخانق، وبتبقى خناقه كبير. لكن لما بجذب الطاقه الايجابيه ليا بتبقى فعلا مبسوطه، بتعملي حاجات كتير جدا حلوه عكس اللي انت ممكن تكوني عايزه تعمليها. تفائلوا بالخير تجدوه. يعني طيب.